شو انا كل ما بحكي شي زوفري برجع حياتك بط. هذه المرة ما غاديش نبدا معكم الفلوغ في الصباح باش نقول لكم صباح الخير. هذه المرة غادي نبداو الفلوغ حتى العشية معايا صديقي. نقلت لكم صديقي عرفتوا شنو انا وخاولة سيمانة وحنا جالسين في الدار نهار بغينا نخرجوا قلت لنا شتا خرجوا نتوما اليوم غادي نمشيو نديروا واحد لا سيونس يكون فيه شويه العلاج النفسي وما عادش نديروا اليوغا ولا ما عادش غنديروا غنمشيو لواحد السونتر وغنديكم معايا باش نشوفوا الاحاسيس والاجواء وداكشي كيفاش كيكون. نجربوا دوك لي سيونس اللي قالوا لينا واحد اتاي سون سكر والله الا سون سكر خطير انا ما كنشربش اتاي سون سكر نهائيا لكن هذا واو نجيب لنا اتاي هذا الاتاي هذا جاي من الشين من شينوا اللفه ديالو ملي كتشربيه هو انه كيخليك ترولاكساي تديكاج هذيك الانرجي النيجاتيف كتكون باسيف بوزيتيف وسمزيانين من مورا لا سيونس نورمالمون غير انا بغيت نعطي لكم دابا بين ما نيت ترولاكسي شويه باش تدخلوا وتكون واحد الشعور نوصل لكم حاجه اخرى. داكا والله الا زوين تبارك الله عليك. الله يطول عمرك بارك الله فيك. تيعطيكم هذه العيبه سابقا. يلا بصي دخل غرفه العلاج. هل انت مستعده؟ هذاك الشيء اللي دارت في لا ماشين برا غادي تدخل من هنا لا صال كامله فتح لك الحلال كاين ديفا غير في الماساج كاين ماساج ريلاكس
هنايا كاين هنايا قرعه ديال الاكسجين وغادي نشوفوا كيفاش يخدم هذا العصير هذا. باش كنديروا باش نديروا لا دوز ماشي ما خصكش دير اي كونتيتي خاصك دير واحد لا كونتيتي اللي بالابار تقريبا قد هذا فوا دو كنديروا الاولى كنعاودوا نزيدوا الاخرى هي جوج طوطال. دابا شنو هذا اللي غادي تزيد؟ هذا واحد ليكيد كنجيبو من روسيا. داكور. الساشي ديالو الباكي ديالو هي هادي. هادو هو الاسبوم هادو اللي كيعطينا هذيك الرغوه كنطربو مزيان المرقه بحال هكا حتى تيبان لك طلق تنكبو هنا في الكاس كنديرو في لاماشين في الطراب. هادي لاماشين. فوالا اول حاجه كنديرو كنديرو الريكلاج ديال هاد ديال الاكسجين. الاكسجين هذا اللي كاين لي دوغري ديالو كنديرو في ثلاثه اوتوماتيكمون كيبدا يعطينا في السبوم اللي هو اساس ديال السبوم كيعطيك الرغوه من مور ما كيعطيك الرغوه كتبدا تطربي فيها. نوقفو لاماشين عطاو تنشوط الاكسجين خليو الاكسجين يبقى يعطي وعاد كتعاود عاوتاني تعاودي لك Au niveau des pectoraux, des biceps, triceps, quadriceps ici, les ischios et même les mollets, Donc, pour une séance de 20 minutes, c'est normalement l'équivalent de 3 heures jusqu'à 4 heures par séance.
Donc, ça donne un résultat magnifique au niveau d'une perte de poids, de renforcement musculaire. Ça dépend de l'objectif de chaque personne. Je vais vous trouver de la séance de l'année, qui est une des choses que j'ai bien sûr. Bon, d'abord, on va dire la séance de l'année. D'abord, on va dire que je suis là, on va dire que je suis Oui, d'abord, on va le système que nous avons fait avec la tablette. Nous avons les muscles. À la fin de la séance, nous avons normalement les muscles qui sont les jambes, les fessiers, lombaires, dorsaux, les épaules, les abdominaux, pectoraux, biceps. Donc, à la fois, on peut travailler tous les muscles brénants, sinon, à la fin de l'exercice ou à la fin du programme de la cliente. On commence ici par faire un star hnaya. Quand on dit la puissance de 20, c'est la base. Par la suite, quand on dit le niveau de la couleur, ça dépend du programme. Il y a une vidéo BMA. Khaoula. Sada? Sada. Let's go. يلا غادي ندخل ندوش صراحه كاع داك ستريس اللي دوزت معكم في السيمانه الاولى ديال كل زعما من الاربعاء لحد فيديو داك ستريس كامل حسيت براسي حيدته ومازال غندخل ندوش وغادي تحيد مزيان وهذاك سال سنتر راه فيه الدوش غير انا فضلت ندوش في دارنا جيت حيت كان غير قريب لدارنا شي شويه كنبغي نشكر سال سنتر على الاستضافه وعلى حيت عطاوني فرصه انني نحيد ستريس اللي عندي كنتمنى منكم انكم تزوروا الصفحه ديالهم بالنسبه للالوثيرابي كان صراحه حسيت براسي ترخيت ولكن كيبانوا النتائج اكثر واكثر فاش كتكثروا لي سيونس هو في الغالب الاطباء كيعطيوك 20 سيونس في العام دونك مزيانه سيونس مره في شحال وثمن ثمن مناسب يعني دخلوا للصفحه ديالهم وغتشوفوا داكشي زوين بزاف سيروا حيدوا ستريس اللي عندك شي ستريس يحيد وبالنسبه للالكترو فيتنس ما قالوا لي راه 20 مينوت بحال 4 سوايع ديال لونطريمون حتى كانت فعلا استمتعت بوقتي بزاف 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 معاهم السيرفيس ديالهم زوين بزاف ومازال غادي نجرب الالكترو فيتنس اللي يعطيك النتائج اكثر من انك تريني دونك فوالا هادشي باش زوين غنخليكم لاباج انستغرام ديالهم هنا دخلوا ديروا ليهم فولو 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 المهم بغيت نشوفكم تما عندهم ليهم شكرا حيت حيدتوا الخوله ستريس ستريس ديال السيمانه اللي عطاتنا وراه عندهم سيت ويب ديالهم حتى غنحط لكم في الديسكريبسيون الماتش لوفي تنحطو في كل مره في الفيديوهات ديالي بغيت هاد المره نهضر على واحد البنت اللي فعلا خانتني الكلمات ما عرفتش صراحة باش نجاوبها شفت الميساج ديالها صراحة والله الا غرغرت علاش حيت لقيت ناس واعية اللي فاهمة وعارفة شنو كاين عارفين شنو باغيين يتبعوا غنقول سميتها دابا وسط الفيديو باسكو كان ما بين احسن لي كومونتير ولا بالنسبة لي انا احسن كومونتير شفتو فرحتني بزاف وقد ما فرحتني قد ما دعيت معها قلت يا ربي كيف ما فرحتني يا ربي تفرحها سميتها سعاد اولكا غنخليكم الكومونتير ديالها هنايا بغيتو تقراوه كامل ديروا بوز الفيديو وقراوه كنبغي نشكرك بزاف 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 بقاي ديما متابعاني باش نجيب لك الجديد وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم على الله يا ربي نعاودو نجمعو اصدقائنا كاملين اللي كانوا معنا في هاد لاشين ونزيدو بهاد لاشين
كامل القدام ان شاء الله، ونكون عند حسن ظنكم. شكرا لكم بزاف، شكرا على المتابعه. الى عجبكم الفيديو وعجبكم الاجواء ديروا لي لايك سبسكرايب شير كاع داكشي اللي خصكم ديروه، وما تنساوش everything will be okay. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I pray the Lord that I. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I pray the Lord that I. Cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hands. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. Working in the kitchen with the dirt on my hand. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. I've been working and writing, writing and working some more. Searching for truth, and truthfully I'm hurting to know. Why many of millions live where the murderers go. On a daily dealing with shit you never heard of before. See, I got motors of moving my mama plenty of miles. Send me the paper before you even send me the files. I don't kick it.